الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع السريع والمكثف مثال بسيط على التوزيع الطبيعي بواسطة تطبيق جيوجبرا. جيوجبرا أبليكيشن، هذا من أفضل التطبيقات الحاسوبية عبر الإنترنت، لكن استطعت أخيرا الحمد لله أن أنزل على حاسوبي ويعني كبرنامج مستقل. نبدأ على بركة الله. الآن أرجو أن أذكر بالصيغة الرياضياتية التي نقوم بواسطها بحساب المتغير الطبيعي المعياري اللي هو Standard Normal Variable ZI. إذا بتذكروا أحبتي، هذه الصيغة ZI هو عبارة عن قيمة المتغير العشوائي الطبيعي مطروح منه متوسط المتغير. هذا الآن الفرق بيناتهم قسم على انحراف معياري، فزي آي الآن وحدات قياسه هو الآن بالانحرافات المعيارية، لكن الفرق بين كل قيمة من قيم المتغير والفرق طبعا بين قيمة المتغير ومتوسطه الحسابي أو متوسطه اللي هو the mean أو the average مقسم على انحراف معياري، وبالتالي زي آي وحدات قياس زي آي هذا اللي هو المتغير الطبيعي المعياري بالانحرافات المعيارية. لنفترض بأن لدينا البيانات الآتية عن المتغير الطبيعي XI. هذا الآن متوسط مثلا ميو، هنا من البيانات هذه، عندي الفريكوينسي اللي هي عدد تكرار، كم مرة تكرر مثلا قيمة 701 749 799 848 وهكذا إلى أن نصل الأخير 1595، كم مرة تكررت، لاحظوا 3 4 5 وهكذا، هنا اللي تكررت أكثر شيء 1095 1155 إجا بالوسط تقريبا. فالمتوسط لهذه القيم كلياتها 1150، ميو اكس اي متوسط اكس اي 1150، والانحراف المعياري لهذه القيم 150، سيجما سب اكس اي 150. وبالتالي يكون متغير طبيعي المعياري لكل قيم من قيم كما يلي. الآن نستخدم هذه الصيغة زي آي تساوي الفرق بين المتغير، قيمة المتغير هنا 701 ثم 749 799، طبعا هنا تكررت 3 مرات، هنا تكررت 4 مرات وهكذا، لكن مهمني أن أخذ فقط واحدة منها حتى أبين لكم أحبة الطلبة كيف نحسبها. فالهاي 701 إذا طرحنا منها 1150 طبعا بتكون بالسالب، بنقسم الفرق على 150 بتطلع أول قيمة، هنا أول قيمة لاحظوا لي سالب 2.9933. هذه الآن عدد الانحرافات المعيارية زي آي، هنا بكون متوسط صفرا وانحراف المعياري 1 صحيح، أي بمعنى آخر وحدات قياس زي آي بالانحراف المعياري. نكمل على بركة الله. الآن المتغير الطبيعي لكل قيمة من القيم كما يأتي مرة أخرى، هذه الآن قيم زي آي، هنا الآن التوزيع الطبيعي للأكس آي العادية اللي هو بالقيم التي شاهدناها قبل قليل في الجدول الأول بين 700 إلى 1500، لاحظوا 700 800 900 وهكذا وهكذا. هنا هذا التوزيع الطبيعي لها، هنا المتوسط هذا ميو صب أكس آي تساوي 1150 والانحراف المعياري تساوي 150. أما الزي آي اللي هو المتغير الطبيعي المعياري وحدات قياسه بتكون بالانحراف المعياري، هنا ميو هنا تساوي صفرا، هنا إلى يمينها الآن نقول الآن المتوسط هذا إذا أضفنا له وحدة انحراف معياري، طبعا المتوسط هنا 1150 لكن بالانحراف المعياري بالوحدات المتغير الطبيعي المعياري ميو تساوي صفرا، أو متوسط زي آي يساوي صفرا، هنا ميو 1150 إذا أضفنا لها الآن وحدة انحراف معيار اللي هي 150، فوحدة واحدة إلى اليمين بكون بالحالة هاي أخذنا نصف الكمية هاي اللي هي 68.26%، وهنا الآن نصفها، وبالتالي من ميو ناقص سيجما إلى ميو زائد سيجما بعطيني 68 تقريبا 3/10 من المجتمع الإحصائي. ميو اللي هو متوسط زائد وحدتين انحراف معيارية وناقص وحدتين إلى اليسار بعطوني 95% من المجتمع السكاني أو الإحصائي. وأخيرا إذا أضفنا 3 وحدات انحراف معيارية للمتوسط طرحنا منه إلى اليسار
بعطيني 99.72%. هاي الآن سأتوقف عند هذا وأذهب الآن إلى جيو جبرا، لأن وعدتكم أنا أني أستخدم جيو جبرا، وبالتالي الآن سأتوقف عن عرض هذا الشرائح وأذهب إلى جيو جبرا. الآن من أين أتيت بجيو جبرا؟ هنا أنت شو أعمل وأذهب إلى هنا، هذا جيو جبرا كلاسيك 6 قمت بتنزيله من يعني الشبكة العنكبوتية، وتلاحظوا هلأ بعد ما ضغطت عليها الآن أوبن افتح، سيستغرق عدة ثواني. الآن هذا هو جيو جبرا، تخرج عندي هاي الشاشة مستوى دوكارتي، الربع الأول، الربع الثاني، الثالث، الرابع، هاي الآن الكوماند. لكن أهم إشي هنا البروبابيليتي، لاحظوا لي هون رأسا تخرج يعني تظهر هذه مربع هنا على الشاشة جيو جبرا، فبذهب إلى البروبابيليتي، تطلع عندي هنا هذا التوزيع الطبيعي المعياري، لاحظوا لي متوسط وصفرا، وهاي الآن انحراف معياري واحد هنا وانحراف معياري إلى اليسار يعني إلى يمين الصفر، انحراف معياري هذا نصف انحراف معياري هنا، سالب نصف انحراف معياري هنا، سالب انحراف معياري، فلاحظوا لي هنا ميو. بقدر الآن أستطيع أني أغير، لاحظوا لي أي قيمة هنا في السؤال مثلا يعني من البوبوليشن التي قبل قليل ذكرناها أنه الميو بدأ غيره الآن يساوي 1150، والانحراف المعياري هنا 150 كما تذكرون. فالسؤال أنه ما هو احتمال أن تكون قيمة XI متغير بين مثلا 1000، لاحظوا لي رأسا أشر عليها 1000 وهون 1500، رأسا أعطاني الاحتمال، الاحتمال يساوي 83.15%. رأسا يعني أعطاني هنا عندما وضعت الآن ميو تساوي 1150 والانحراف المعياري 150، هو بفهمها رأسا الحاسوب هذا مبرمج أو هذا البرنامج اللي هو تطبيق جيو جبرا، وأرجو أنه من كل طلبة اقتصاد قياسي واقتصاد رياضي أن يعودوا ويحملوا أو ينزلوا هذا البرنامج على حواسيبهم، مهم جدا لطلبة اقتصاد قياسي. فالآن افترضنا بأن ميو اللي هو تبع المتغير XI 1150 وهو صحيح، والانحراف المعياري يساوي 150، فطرح السؤال ما هو احتمال انه الان اذا اخذنا يعني واحد من القيم لـ XI ان تكون قيمتها بين 1000 و1500، فالاحتمال يساوي 83% تقريبا 3815%. دعنا نغير الان، افرض انه الان بدي اختار مثلا بين 1200، لاحظوا لي راسا انتقل هنا الى 1200 ومثلا 1600 أو 1700، لاحظوا لي الآن الاحتمال فقط 36% أو 37% تقريبا، فرأسا يعني أعطاني الرسم تحت الثناء، الاحتمال هنا اللي واقع بالمنطقة المظللة تحت منحنى التوزيع الطبيعي. أوكي، لنجرب مثلا قيمة ثالثة مثلا بين 2000 وهو يعني صعب جدا، ها أو عفوا يعني خلينا نقللها 1000 ونختار مثلا 1500 و1550، هذه 50، لاحظوا لي الاحتمال فقط في هذه المساحة المظللة اللي هي بتقول لي تقريبا 6 بالألف. هذا هو تطبيق جيو جبرا. في المقاطع المقبلة بإذن الله تعالى سأستخدم يعني عندي هنا النورمال ديستريبيوشن، في عندي يعني هذا الجيو جبرا تطبيقه بيحتوي على تطبيقات احتمالية أكثر، في عندي مثلا هنا T distribution student, chi square distribution, F distribution, exponential, Cauchy, Wilbur, gamma, log normal, logistic, binomial, Pascal, Poisson, hypergeometric، هذه كلياتها موجودة على هذا التطبيق. أرجو منكم أحبة الطلبة أن تذهبوا إلى الشبكة العنكبوتية وتضغطوا جيو جبرا وتقوموا بتنزيل هذا البرنامج على حواسيبكم، لأنه مهم جدا لكم في فهم كثير من الأشياء بالرياضيات والاقتصاد القياسي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة بإذن الله تعالى، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.